الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي تقول الله، إن الفجر لم ينصلاه، الأرض بتتكلم عربي. صباح الخير تمارا. صباح النور، على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة اللي اشتريتهم امبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بالزبالة. يو، ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول 3 شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح أحلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة أمريكية، نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلت لك لازم تقاطعي البضائع الأمريكية؟ قلت لي، بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان، فورا بترحشيه بزبالة وبترجعي للقهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا، ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي، اشربي أي شيء، عصير، حليب، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما احلانا والله، عند اخر الزمن عم نشرب قهوة امريكية، ما احلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الامريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. واذا ما سكرت معامل القهوة بامريكا وقعدوا صحابه يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل، وبكرة بتشوفي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم ما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء، جاي ظلام الليل يبعدنا يوم ما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء، محتاج العدل القوة. أنا شنطة العمى. شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا، يا تمارا، تمارا. خير شوفي، ليش عم تصري؟ شو جاب معجون هالسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي اسنانها الا بمعجون امريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي متعودين، فقست بتمكن هالكلمة. القائمة اللي اعطيتكم اياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني، شبه؟ هلأ ما عاد يسوى؟ قلت لها هالحكي لشذا، بس قال ريحة المعجون الاسنان الوطني مو حلوة. ها؟ مو حلوة؟ يعني ريحة أمريكا أحلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، أعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي انت وبنتك. ها؟ شامم ريحة مو عادية يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحة شامم ريحة برفان أمريكي. برفان أمريكي؟ ورجيني أنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل، هاي هي استاذ. يا حيف عليك يا نسرين، يا حيف. كل شي توقعته منك إلا أنك تبخي برفان أمريكي على جسمك العربي. لك أنت ما عم تشوفي تلفزيون أنت؟
ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظ الانحياز التام بالموقف الأمريكي لصالح الأعداء؟ بتعرفي إنه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على أطفالنا الأبرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي أستاذ، أنا كتير آسفة أستاذ. بالحقيقة هي إجتني هدية وإلا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها بنوب، كان لازم تكبيها بالزبالة، لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات، مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. هذا منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضرة مشان فخة برفان. إيه ها ها ها. أستاذ عروة الدراسة صارت جاهزة. أنو دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج لاحقين عليه، قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص، يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي ما تنتبه، ما بصير منوب، يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه أمتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص أمريكي والشارع العربي كله من المحيط إلى الخليج منتفض بوش السياسة الأمريكية؟ لك شو أنت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي أنت؟ جاوبني. بلا أستاذ أنا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لكان بسرعة، اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك شو ما كانت النتائج. هلا بدي اشلحه؟ ايه طبعا هلا، لكان ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني، هي مشكلتك مو مشكلتي، يلا اشلح عوام. انا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي خليه يأمن تغطية صحفية للحدث وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة بالكثير. الله معك. الموت لأعداء السلام، الموت لأعداء السلام. وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية، قال شو اجانا. مرحبا. اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهوين؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير. شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسه المشبوهه فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال
ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الأمريكية، ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبية المتراصة. ما بقلك لا، بس هي يا بابا لغة مو بضاعة، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. أنت عيني اتعلمي إنجليزي، ما حدا عم يقلك لا، بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. لك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية ادنها بالسياسة الأمريكية، هيك قلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد، عندك مثلا دار اللغات الحية والسبع تلسون، عندك دار كيف طرطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، اترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قالك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخد موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معها؟ شو علي؟ هو أنت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي، مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى أنه هالسلاسل هاي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديهات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير. يا تمارا تمارا تمارا. أهلين عروة، شبك شبك فايت ملهوة؟ هاتي البشارة يا تمارا. خير إن شاء الله. شوفي إجت موافقة الفيزا. أنو فيزا؟ لك الفيزا تبع أمريكا. عروة ما فهمت علي. بسيطة رح فهمك، لأني بصراحة ما خبرتك من الأول مشان أعملك إياها مفاجأة. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلأ اتصلوا فيني وقالوا لي إنهم قبلوا الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعانتني من الفرحة صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلا شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا لا، شو هاد؟ لا تغلطي، انت لازم تروحي تولدي هنيك بامريكا. يو وليش حتى اولد بامريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك حتى المولود ياخد الجنسية الامريكية دغري. وليش حتى ياخد الجنسية الامريكية؟ شو؟ لك ليكو الغشيمة ليكو، ولك حدا بيصح له ياخد الجنسية الامريكية وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما انه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام. إيه؟